الله أكبر وحاجر دباتوين آذو بادن أو بادن أو بادن باجرة حباد مبالا يقولوا فنن سودال ديميد أو كسو بلو دي بورا هرر سيد أحمري توقع جرريد كفا في دولك في سن إيقاد قد حيات كالي مر كالانا سالدك تاي دولك إسوغو جرى بانك إيا بوراها إيا كانا مرر إيا جيك جيغا ونلوش الديميد إيا دعوالات إيا شيخ بلد كمقالدن حوح ويبكو يالان وتبدأ إن تودوه عرور يريره وحبتها عنك رينين عيسا وبالسي دبيت حوق اللي هو طب وضطاع يكون عادي وده بانك مريب وكبع سيدي همضايو دولك حالي أتكسع مجعيسو واشيخ عبد الناصر حسين عثمان علي قصدي سكرتان اغو نمو الى عبا نمو اردين نمو الى معل نمو ديميد قح الى سو قريا نقشو نلول اسكو دفن اولي خبرد يو وايارك نمو ايان كورينا شيخان وحانا كقادنينا شيخ الوالد عبد الناصر انا مجعيسو وعبد الناصر حسين عثمان علي تتكو حالي يقانا شيخ عبد الناصر وحان كل شيء قبل كان لجحبور ما يقول نقول ليلا أو لجحبور شني تدبات كيلومتر حق كونفورت كا. نلاش الشيخ وأحمد أي هكتي تلا إياه وأنا والنمو هو يدرس أو بربارين تيسا كلك وهاي كجدال جريدة أبي سقو صغيرة أي عليه أبال كتوسين تأي الشيخة. أباه يقول أنت يسوع الله ونحريسه سقالي كنتم كي كل سقو تقال بقولي سقالي كنتم كي هو يا أنا سورة الأنبياء نكتة هو يا إيه تام يا شو يا فاطمة شر عمر يا إيه تام يا شيء إجا بحس خرج كي قرآن كون دمي يي وهاي قلت له هو يدي طريق ولا شو قام مغلق كره بني آدم أتكفي عن تين أمخد من كرثي أذوق الشيخ لو خد مين نقي قلت له وحبر الشدة دين توحى وكقاتل الشيخ يحل قوين كل دوان علومة تفسير كقرآن كأهلانت الديميد وقبع ديري هاي وحاو قصة فريد ديغان كدير دبا حالكا أو كسوت قاتي شيخ يحر فدكولها كنت قال بقول سدي حيلي حيلي كيما قبل كان بإنتان حقا باركا يمد قبل كان شيك سيهاد وقالت قد هيدا متشوقنا وقالت حرير هيدا يعني كتبك أغرسانا إنو حاق عن قبتي شيخ محمود شيخ عبدي شيخ محمد بشير شيخ محمود حاشي أدنو هذا دنو تشوقة وسقال بقول شنو تدبات كي يعني هل كان كله جاي تفسير كم مالهن قال لو ما أغري ترين تري دبان تفسير وتجاي هل كان عن كله جاي تكتجا تري دبان لوكو جلاي تفسير كي نين لي إلى هذا شيخ عمر شيخ عبد الله عرب أو قبل كان لقح بورك سو شيء ذا لكن هذا حمر جوجا ونش كدة أهين با إيه بلا بتفسير كأيوه أنا قلنا كتبة أنا غري وكنت حنا أنت أن حرت دح شو وحرت شيخ بإيه بعيانه أنا أسوأ مرين سيري لحية تدواتها كينا هل كانان يعني شو قلنا أني يا شيخ سيدهم بتفسير كي أغري سيري تفسير كي حديث بخاري حتى جري الأبان كو أغري سي نسيب وناك شيخ وحا أو بلابي في دينت الدين تا كل كي أو يرا سنده الدولة النبادة دحي إيه صوماليا وحا وكتاب أخرين إيه دروس ديميت كبلابي ديغان كبوعو إيه قبل كهيران هل كاس أو نرلق حوتي نما كتاقي لحية تدوات كمان هل كان كتاقي أقوان كاس أنا هل لحية تدوات كمان هل كان كتاقي دولان تاقي أفر سنة كدب كويس ديتا كي بسي جنوري يعني حوتي هيران ليلة هيران وشيغ ليلة بان تاقي انتي وقتك كهر ريش كتب توانا أغريش ري أنا وانا أغرسنش ري لكن مركان ميشا تاقي وانقوني عن دراسة دبلابي تفسير كمركز عن بلابي كويس ديتن كي مركز تفسير ككلية ما أغري ترين فنون العربية بلا غذائية نحوها يصرف إيه أحاديث مهاتوستها يعني أغري ترين كن سقال بقول كوية سقال شن كي مركز لباتا دي نقول لعضي يعني هل كاكسو قحنا وردير بان كسو نقضي انتا وردير إلا ما انتا ونقاك لقايا لكن تفسير بان أغري ترين إيه كتب كده جنانتي سنلاش الديميد إياه كده قنك كتابك إيه بوين وحا وفو غيسي إن ريوين كيسا إياه بريدة إيه بيه وصخيرو دور دعضو أو نلوه داقين وحا كمدها ورنير أني غوشوغ الله بدي كوني يلحدي يا آد دولد دي مركا شوكت وحدي بضم بي أهيد مركا وحال لي وحا كم بقايي دور قرب إدعوية ورنيرو وان لي حدين إدعويين
وحان كبقيي دباته وين بايل غدبوناتي اد بي عبسد او بند ميل ولبا غوبل كان ودن عبسد او اسكا جيرتي غار هان ددكه موقدا او جيري وان قران كان اسكا الا بري هبين بان انا ورير جوغيان وان جيفا قران كيو ايغو وريكسان بان اركاي قران كيو موقتو سا ايغو وريكسان بان اركاي حقا اي حقا اي حقا ايغو وريكسان وحان وان مركان سو توس ان نبت غلي اهي عبسديان فدار يان يان غرتي انت عاد ودي فينتا دينت اسلامك سيراتو اما علمت كرا اسلامك حدي باتوينا او كاسو غار مجرا الله اكبر waxa jira dhibaatooyin aad u badan oo badan oo badan ba jira xabad ma la igu dhufanin marka Soomaaliye joognay qaxootiga degana in badan baana la dacweeyay qoladii dawladda hinna lagu dacweeyay nimankanu ninkanu wuxuu ka mid yahay waa dariiqooyinka ma hayso oo kada oo kada markii 7/8/17 wadaadada dilka lagu xukumay in la dilin niman ba afar nin oo kamid ah intii dacwad u geeyay nimankan ay lamid yihiin yiri bari baan u cararay muddo ku maqnaa markii 2019kii Soomaaliya burburtay xeradayada xeradii ugu horeysay xabada lagu bilaabay bay ahayd waan kaano meel xira kale luqsel u liba ma tagnay anagii rag ahayn baladooyin aan ku hadnay saddex bilood baan halka go'doon ku ahayn saddex bilood lugban baladooyin intaan kaga baxan qallaafa ku imid in ka badan 20 sano oo si joogta u waday tafsiirka quraanka kariimka magaaladan jigjiga 16 sano ayuu ka wadaa waxa waa filxiye kumanaan arday nolol maalmeedkiisuna waxa uu ku jaan gu'an yahay bixinta duruus diimeed marar badan baa waxaan isku dayay inaan ganacsado marar badan markaan Soomaaliya joogay markaan soo noqday aan ganacsi wax ogeey isku dayay markaan ganacsi bilaabo walbahaad baa idil darsiga baa hadduu joogsado والبهار بايد المركة قناع سيقي إيمهر قالين مركة إن شاء الله مسلمين تاوما كل إحنا ولا هاي كهر إنتي إسبدل كوسن كدعين إثيوبيا إيا ديهان كسوام عليك البيت وحاجري أفر سنو إني لجوجيي إن كتاب بدا لمريو دين تانا لبرتو قرآن كانا لبرتو حد إيا مركز سيد إنسانيس وإنتا أتشاكتاي مردي waqtiga aad sheegayso saddex goor markaan tafsiirka dhameeyay kutubta kala mooyay ya amar waxa dawladdu ku bixisay kutub lama akhri karo quraana lama dhigi karo marka de anigu waxba waram ha inay kutubti joojiyo baan la yiri de kala khatar baad ku jirtaan afar sanana soo kala bixinay isagoo bisha carafo intaan maradii saddexaad dhameeyay ciiddu ha inaga baxdo aan ku balamin baa lama akhri karta hadda dawladdan cusub markay timid ee isbeddelku dhacay wax waliba firiib bay noqdeen cid aanu ka baqayna ma jirto saan doona wuxuu sheegayna Soomaaliya muddo badan waxa ay la dhibtoonaysaa fikradaha diimeed ee fasiraadaha kala duwan laga bixiyay kuwaas oo urur kala duwan ay u soo waarideen inta aan joogay Soomaaliya inta qaxootigii baan joogay halkan aan joogay waligaa siyaasad iyo urur midna kamid maqan bulshada ku dhex koray maadaama aan daalib cilmi fara badan oo meel walba ka yimid ku dhex koray weligay urur ma haysaynin inaan bulshada ku dhex jiro dadku isoo kaymo noqdo hadda Soomaalida kulli waa isoo kaymid nusqarni ka badan oo ku jiray fidinta diinta Islaamka iyo waayaranimadii sanoolareed Sheikh Cabdi Nasir maxay tahay fariinta dardaaran ee uga tagaya dadka Soomaaliyeed waxyaabaha qalbigayga ku jira ee dadka la rabo wax la soo koobi kari maaha هل مسألون حق الدين تكساب سنين تدك الصومالي دعا إنين الصومالي المهوسو قداد دقين صومالي دعا وحاين الدلي وإن كلا قيبيي وقبيالد صومالي قودهان تاسان أمريا والصومالي هوسو قداد دقين حق الدين توحان لاهي ون تدك ولا لاهي كعود سنيا ولي قينا دي سنين والأصلين كهالغا قات الدين تإسلام كعقيدة ده إناد انتهت فكرت آمنتو adoo aad aayada ku soo jiido aayada dulkeento wadada taariifiso intaan iska deyno adoo qalbigaaga aayada u gee 16 sano ee la soo dhaafay halkan ayuu si toos ah uga socdaa darsiga tafsiirka quraanka kariimka ee Sheikh Cabdi Nasir uu marinayo kumanaan qof oo kala duwan dad Soomaaliyeed ayaa ka faa'iideystay isla markaana cilmiga tafsiirka ka raacday masjidkan
موقت عمان تبينات كمارت تدينا تكتو حوالات هدي عاد كسوغان تها يوروبيا أمريكا بيسي وحاوكا هقب ترايا إنا اللعقو دري كرتو إهل كاغا إيا أصحاب تادا أديغو كسوغان غوريغاغا إيا غوب تادا شقادا كلا سودك أبي ستوركا يبلا ستوركا